السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من حلقات بالقرآن نحيا. نحن نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في الحلقة السابقة من بيان لحقوق الوالدين، بيان حقوق الوالدين التي وصى الله عز وجل بها في آية الحقوق العشرة التي بين أيدينا، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بدأنا في الحلقة الماضية في بيان حقوق الوالدين، وختمنا الحلقة الماضية بهذا بقولنا قاعدة بر الوالدين. قاعدة بر الوالدين أن بر الوالدين وخدمتهم ليست مناوبة يومية بين المرء وبين إخوته، بل هي مزاحمة يومية مستمرة للفوز برضا الرحمن والوصول لأعالي درجات الجنان. ختمنا الحلقة الماضية بهذه القاعدة: بر الوالدين مش مناوبة، مين اللي هيشيل؟ لا، بر الوالدين مزاحمة للوصول إلى رضوان الله عز وجل والوصول إلى أعالي درجات الجنان. الانطلاق إلى طريق الله إلى رضوان الله أساسه بر الوالدين، أصله بر الوالدين، ما ييسره عليك بر الوالدين. لم نرى في حياتنا من أحسن البر لأبويه إلا وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك، كان ما كان قبل ذلك. اللي بيحسن البر، اللي بيبر أبوه وأمه، بيكون حافظ مستقبله. اللي بيبر أبوه وأمه في حياتهم بيكون حفظ مستقبله بفضل الله عز وجل. اللي خايف على مستقبله يحفظ أبوه وأمه وبرهم دلوقتي في وقته الآن، زي ما احنا بنعدد صور الحقوق وصور البر اللي احنا بنتكلمه فيها. المرة اللي فاتت اتكلمنا في بيان استحقاق الوالدين للإحسان شرعا وعقلا، وبينا بداية الحقوق، قلنا ان من حقوقهم طاعة في المعروف وتلبية ندائهم والاستجابة لطلباتهم بكل حب وشوق والإنفاق عليهم والاستئذان منهم وعليهم، يعني منهم قبل الإقدام على عمل، وعمل قد يضر بهما أو قد يؤدي إلى انفصالك عنهم أو بعدك عنهم، والاستئذان عليهم في الدخول عليهم. ونهينا الحلقة ونحن نتكلم في الحق الرابع، وهو الاهتمام بهما عند الكبر خاصة. نكمل إن شاء الله تعالى هذا الحق اليوم مع بقية الحقوق، فاللهم ارزقنا حسن البر يا كريم، وعنا على مرضاتك يا رب العالمين، وارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. نستكمل الحق الرابع وهو الاهتمام بهما عند الكبر خاصة. أقول مراعاة حال الوالدين لا سيما حال الكبر من رد المعروف بالمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان. لذلك تذكر دوما حينما يكون والدك عندك وهما قد كبرا في السن أنك قد مررت بهذه المرحلة من الضعف والعجز عن كل شيء في صغرك. كان الوالدان هما من يتولى أمورك ويسد حاجاتك ويقوم برعايتك، فلا أقل من أن يعني تقابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالإيه؟ بالمعروف. إياك أن تبخل عليهم أو تتكبر أو تتضجر
فقد يطول بك، خلي بالك، الجزاء من جنس العمل، قد يطول بك العمر حتى تصير أو حتى تصيري إلى مثل حالهما، وتحتاج إلى أبنائك، والجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. فأنت كنت في ضعف وستصير إلى ضعف، وهم راعوك وأنت في ضعفك فراعهم وهم في ضعفهم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فمراحل الضعف دي كلنا بنمر بيها، فلا أقل من مقابلة الإحسان بالإحسان، الجزاء من جنس العمل. وعايز أقول لك حاجة أو أقول لك حاجة، لو ربنا من عليك بزوجة صالحة تعينك على بر أمك في كبرها وأبوك فتشبث بها فهي صاحبة دين ومروءة وخلق. ولو ربنا من عليك بزوج بيراعي ربنا في أبويك تشبثي به. من تعينك على بر أبويك ستكون لك أكثر برا، ومن يعينك على بر أبيك وأمك سيكون بك أكثر برا. عشان كده بوجه كلامي للزوجة اعلمي أن الجزاء من جنس العمل. إن أعنتي زوجك على بر أمه فسيعينك الله عز وجل حينما تكون في مكانه، وسيكون ابنك بارا بك وتكون زوجته بارة بك. وإن تبرمت وتضجرت وقويت زوجك على عدم الإحسان، ما بقولش على البر، على عدم الإحسان وزيادة الإحسان في البر، فستلاقي مثل ذلك. من مقاييس الزوجة الصالحة ومن مقاييس الزوج الصالح أنهم يقدران الوالدين ويقدران الأبوين للطرف الآخر، وده مقياس مهم جدا. كتير من الناس ممكن يجد عيوب في زوجه أو زوجته، ومحدش فينا كامل، لكن من الحاجات الحسنات الكبيرة، الحسنات الماحيات التي يعني يتغافل عن سيئات كثيرة بجوارها، أن تكون زوجتك معينة لك على بر أبيك وأمك، وأن يكون زوجك معين لك على بر أبيك وأمك. لو وجدت الشخص ده فهذه من أعظم النعم التي لا بد أن تشكر ولا بد أن تدعم ولا بد أن يتغافل عن بعض زلاتها. وأقول لكل زوج وزوجة: اتقوا الله عز وجل في أزواجكم وأعينوهم على بر آبائهم، فالجزاء من جنس العمل. هيبقى عندك بعد كده بنت وجوزها هيأمرها ببرك، هيبقى عندك ابن ومراته هتعينه على برك، والعكس بالعكس. فاختر لنفسك كما تدين تدان. فحالة الضعف في كبر السن تحتاج إلى مزيد عناية من الإحسان ومن الرعاية، لا سيما إن الإنسان اللي مش هيكون أبوه وأمه سبب بالذات لما يبقوا كبروا وهم عنده وما كانوش سبب إن هو يخش الجنة ببرهم، هذا كتب على نفسه الذل في الدنيا قبل العقاب في الآخرة. الواحد يا أخوانا اللي هيضيع حق أبوه وأمه في كبرهم وهم عنده، ده خلاص دمر مستقبله. زي ما بقول لك، بر أبوك وأمك
ضمان لمستقبلك بفضل الله، تفويتك وتضييعك لحق أبويك لا سيما في حال كبرهما تدمير لمستقبلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ثم لم يدخل الجنة، التصق أنفه بالتراب، صار من الأذلاء الذين لا يستحقون الرفعة في الدنيا ولا في الآخرة. فاحذر وأحذر أنا وأنت وأنت من تضييع حق الوالدين، لا سيما في مرحلة الشيخوخة والكبر التي تحتاج إلى مزيد من التوقير والاحترام والرحمة والعطف والمعروف. ولا تنسى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واحذر أن تشعرهما باحتياجهما إليك حتى لا يكون ذلك سبب في حزنهما. بمعنى احذر من المن. أما تعمل حاجة لأبوك وأمك اوعى تمن. لما تعملي حاجة لحماتك، لما تعمل حاجة لحماتك اوعى تمن، اوعى تمن، لأن المن يشعر بالحزن ويسبب الحزن لهما. ونحن مطالبين بخفض جناح الذل من الرحمة. نحذر من التأفف مما قد نراه منهما عند كبر سنهما مما يتأذى منه الناس، لكن نصبر ونحتسب الأجر عند الله كما صبر علينا في صغرنا، كانوا يحملون الأذى عنا، فنصبر على ذلك ونستعين بالله على ذلك. نحذر أن نسيء الأدب أو نقص في الألفاظ معهم أو رفع الصوت عليهم ولو لمصلحتهما. يعني إيه مصلحتهما؟ يعني ساعات والدك أو والدتك يكون كبروا في السن وبياخدوا علاج مثلا يعني مثال، وانت خايف عليهم، فجم هم بياخدوا علاج، لخبطوا العلاج، خدوا بتاع الصبح بالليل وبتاع بالليل بالصبح، أو ناسوا نوع، أو ناسوا علاج مفروض ما يمشوا عليه ناسوه ما خدوهوش، أو قالوا احنا كويس دلوقتي مش واخدينه دلوقتي، وان نقص العلاج ده ممكن يسبب. انت خايف عليهم، انت مصلحتك معهم بتتكلم لمصلحتك، بس ممكن خوفك عليهم ده يخليك ترفع صوتك عليهم وتنفعل عليهم. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا من انفعالك وخوفك عليهم فيحزنا. الحزن ده احذر منه. الله عز وجل يقول: وقل لهما قولا كريما، حتى لو لمصلحتهم قولا كريما. عشان كده مفيش مبرر، حتى لو بتضوء، لو انت بتعلي حسك او انت بتعلي حسك عشان المصلحة اللي انت خايفة، قولا كريما هذا هو الضابط. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي رجل فقال: جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني الواحد لو افرض احنا بشر ممكن يبقى خوفك عليهم يحدث منك فلتة، تستغفر وتتوب وتضحكهما في الموضع الذي أبكيتهما فيه. هذه من حقوقهما عليه في مرحلة أو علينا في مرحلة الشيخوخة والكبر. الأباء في المرحلة دي بيحتاجوا للتفقد الأحوال ودوام التواصل، فهم حق الناس بالصلة والتفقد. نحذر أن نهجر الوالدين ونقطع الصلة بهما مهما حدث منهما. ده غير بقى اللي بيحصل اليومين دول، اللي بتلاقي بعض الأبناء أصحاب العقوق بيزجوا بأبناء بأبائهم في دور العجزة والعياذ بالله، وهو قوي البدن سليم الأعضاء يستطيع أن يقوم بخدمتهم. ده من أعظم العقوق، هذا من أعظم العقوق. مهما كانت انشغالاتك، مهما كانت همومك، المقدمة أبويك. مهما فعلوا فيك
اصل ابويا عمل حرمني من الميراث، زعق لي، امي بتأذيني، امي بتشتمني، امي بتهزقني. مهما كان، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، سيدة اسماء لما قدمت عليها امها وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك وهي مشركة، فما بالكم بدون ذلك، ما بالكم بمن علمتك الدين والتوحيد، من أرضعتك دي الفطرة، ما بالكم بذلك مهما حدث. فحال الآباء في الكبر حال يجب الاهتمام به اهتمام خاص. من حقوق الوالدين بقى، لو ربنا يعني كان احد الوالدين مات او الاثنين ماتوا، من حقوق الاباء على الابناء برهما بعد موتهما. البر ما بينقطعش حتى بعد الايه، بعد الموت. فبر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل برك بهما في حياتهما وبعد ايه، وبعد موتهما. من بر الوالدين بعد وفاتهم زيارة أقاربهم وأهل ودهم، تزور الأرحام اللي كانوا بيبروهم، الأقارب، الأصدقاء، صلة أهل ود أبيك وأمك. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. شوف، هتبر خالتك اللي هي اخت امك، في الحديث الخالة الام، الخالة ام، او الام الخالة ام، كما في رواية، في رواية حديث اخر تعني، يعني اقصد، وفي الرواية دي: هل لك من ام؟ قال: فبها، فبرها. يبقى البر ده دي خالتك اللي هي قريب اخت امك، انت برها. الصلة دي صلة اهل ود ابيك، دي من البر، زي حال عبد الله بن عمرو، رجل من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمل أعرابي وحمله على البعير، على الحمار كان يركبه، نزل من الحمار وركبه مكانه، وأعطاه العمامة، عمامته اللي كانت على رأسه، فقال: ابن دينار، وكان معه عبد الله بن دينار، فقال: أصلحك الله، إنهم أعراب وإنهم يرضون باليسير. يعني العطية اللي انت عطاه له دي، حطيته على الحمار وعطيته العمامة، ده ممكن كان حاجة بسيطة يرضى. فقال عبد الله، شوف أخوانا، إن أبا هذا، أبوه مش هو، أبوه كان ودا لعمر بن الخطاب، لسيدنا عمر اللي هو أبو بن عمر بن عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. يبقى من البر بعد موتهما صلة ود أبيك وأمك، من البر بعد موتهما الدعاء لهما، ذلك من أفضل ما تقدمه لأبويك بعد موتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، تدعو لهم برفعة الدرجة. من البر حفظ القرآن، يكسى أبويك يلبس تاج الكرامة ويكسى رداء الكرامة، بماذا؟ بأخذك للقرآن. يعني انت كمان من النوايا في حفظ القرآن انك تبر ابوك وامك، يكسى تاج الكرامة، يلبس تاج الكرامة ويكسى حلة الكرامة بأخذ، كما يقول: يا ربي من اين هذا؟ قال: بأخذ ولدكم الايه، القرآن. فالدعاء للوالدين ده من هدي الانبياء. سيدنا إبراهيم يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبر، الآيات. فهدي الأنبياء الدعاء للوالدين. صحيح مسلم: إذا مات الإنسان، حديث أبو هريرة، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو إيه، يدعو له. افعل الدرجات للأبوين في الجنة تكون بدعاء الأبناء لهما بالمغفرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه،
فيقول باستغفاري ولدك لك. يبقى من البر الاستغفار والدعاء وحفظ القرآن، ده من برك لأبوك وأمك بعد موتهما. من البر ومن حقوق الآباء على الأبناء بعد وفاتهما إنفاذ العهد وقضاء الدين اللي إيه؟ اللي عليهم. فكما فئات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن قسمة المواريث تكون بعد قضاء الدين وأداء الإيه؟ وأداء الوصية، سواء من مالهم أو من مالك، أو من مالك حتى تتبرع به عن أبويك. ده من بر الآباء بعد موتهما. خلي بالنا، النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الدين عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يبقى من أبر البر بعد وفاة الوالدين أن تقضي عنهما دينهما. من برهم بعد وفاتهم أيضا قضاء ما عليهما من نذر، إلا أبوه وولد أمه يموتوا وقد نظر أن يتقرب إلى الله عز بطاعة معينة، صوم، حج، صدقة أو غير ذلك من الطاعات، وهم ما تمكنوش من وفاء بالنذر قبل الموت، نفي عنهما. فمن بر أبناء الأبناء للآباء أن يقضوا عنهم النذر، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. ومن القضاء مثلا قضاء ما يلزمهما من صيام رمضان، لو هم ماتوا وكانوا أفطروا في بعض الأيام لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس للأم، فمات ولم يقضي ما عليهما فيقضى ما عليهما، ولو كانوا أفطرا لمرض مزمن يطعم الإنسان عنهما كفارة الإيه؟ كفارة الصيام للمريض المزمن. فالقضاء ما يعني ما لزمهما من صيام أو من دين أو من نذر، ده أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، فدين الله حق أن يقضى. من البر، من صور البر للوالدين بعد الوفاة التصدق عنهما بأي نوع من الصدقة، بقى إطعام، النقود، لباس، بالماء. خير الصدقة سقيا الماء، تعمل لهم بير مية في إفريقيا، بقى بير المية ممكن يبقى قرية تسلم بسببه، فيبقى كل ده في ميزانهم كمان، لأنه صدقة ماء سقيا، لا وكمان كل ده في إيه؟ كل ده في ميزانهم. في أشرق آسيا، في فقراء المسلمين اللي حواليك، تعمل إيه؟ مش هتعرف تعمل بير، بس ممكن تعمل إيه؟ مقاولة توصيل المية، المقاولة نفسها من الأول العمومي لحد البيت، دي مقاولة تصرف لها 3 4 5000 جنيه تصدق بيه مية، طول ما المية شغالة صدقة جارية. وخير الصدقة سقيا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصدق عنهما، تصدق إيه؟ تصدق عنهما بما أردت. في صحيح البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس قال أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت بها عنها؟ فقال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي صدقة عليها، البستان بتاعي كله تصدق به على أمه، على أمه. من الحقوق تجنب العقوق، من الحقوق تجنب العقوق. وصور العقوق كتيرة جدا في هذا الإيه؟ في هذا الزمان. فأدنى صوره الله عز وجل حذر منه، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان التأفف والضجر والتضجر في وجه الوالدين عقوق محرم، فما بالك بالعبوس والسب والشتم والإهانة والضرب والقتل اللي ممكن يتعرض له الأبناء دلوقتي في هذا الإيه؟ في مثل هذا الزمن. فمن أعظم الحقوق ترك الإيه؟ تجنب العقوق.
تجنب العقوق. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الإيه الوالدين. وجلس وكان متكئا بقيت الحديث فقال: ألا وقول الإيه وقول الزور. عقوق الوالدين يوجب سخط الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يحذر أحدنا من سب أبويه. هيقول لك هسب أبويا إزاي؟ دلوقتي بنسمعه بودنا، لكن هنقوله مش هيقصد سب والديه مباشرة، لا، هيسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يشتم واحد بابوه فالتاني يشتمه بابوه، يبقى كده جاب له الإيه؟ جاب له السب. وده من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من الإيه؟ من الكبائر. بالك بقى، ده اللي بيسب واحد بابوه فالتاني يسبه بابوه، يبقى ده من الكبائر إنه تسبب للسب في والده، لوالده أو لأمه. بالك دلوقتي اللي إحنا بقى بنسمعه بودنا. نسأل الله العفو والعافية. من أعظم الكبائر، أكبر الكبائر، مثل هذا السب وهذا العقوق. هذا السب من العقوق أيضا الذي يذل صاحبه ويمنعه من دخول الجنة ويلعنه من رحمة الله عز وجل أن يتطاول بلسانه على أبويه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، يطرد من رحمة الله عز وجل. من يلعن والديه يطرد من رحمة الإيه؟ من رحمة الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. بسرعة بسرعة، أفكار سريعة جدا توصلنا للبر. أفكار سريعة جدا. عود نفسك إنك ما تذكرش أبويك ولا والديك عند المخاطبة لهما إلا بألفاظ محترمة، بألفاظ الاحترام. حضرتك من فضلك لما تتكلم معاهم اتكلم بألفاظ توقيرية. انت ممكن تعمل كده في شغلك مع مديرك، لا، والديك اولى. لا تحد النظر لوالديك، لا سيما لما تبقى غضبان. بص في الارض، بلاش، خلي نظرك نظرة حنونة. لا تمشي امام والديك، ما تسيبهاش ماشي معاه، تسيبه وماشي، يا ماشي جنبه يا ماشي خلفه، ما تسيبهاش ايه تاركه كده وايه وماشي. احذر من كلمة أوف، فما هو أعلى منها. لو لقيت أبويك حد بيشيل حاجة اجري شيلها منه، سارع بالحمل منه. وقدم العون دائما. لو خاضبك أحد والديك أخفض صوتك ولا تقاطعه حتى ينتهي، واستمع لكلامه حتى ينتهي. وإذا احتاج إلى نداء أحد، لو أنت احتجت أنك تنادي أبوك يعني أو والدتك عايز تنادي عليها، اختار أفضل الألفاظ وأوطى صوت. وأوطى إيه؟ صوت. لا ترفع صوتك بقوة، لا، قل لهم قولا إيه كلمة براحة جدا جدا، وبأحب الأسماء إليهم وبأحب الألقاب إيه إليهم. وإنت داخل وإنت طالع تلقي السلام على والديك، وإنت داخل وإنت إيه تقبيل رأسهما وأيديهما. دي صور من البر. عند الأكل لا تبدأ بالطعام قبلهما، وانت قاعدين ما تبدأش قبل ما أمك يبدأوا إلا إذا أذن لك في ذلك. لو هم طالعين وهم جايين تدعو لهم: ربنا يحفظك، تروح وتيجي بالسلامة، تروح وتيجي بالسلامة، أبوك عاد رجع بالسلامة، الحمد لله على سلامتك، ده البيت كان وحش من غيرك، ده وهكذا. لابد من مراعاة مثل هذه الألفاظ، مش مبالغة والله. ده بابك للجنة. ماتت أم واحد السلف قالت: ما يبكي؟ قال: باب من أبواب الجنة أغلق عني. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على بر والدينا، ويجعلنا من الذين يعني يبرونهم في حياتهم وبعد مماتهم. لو قدر الله وشاء في مرة قادمة سنكمل بإذن الله، لم ننتهي بعد من حقوق الوالدين، لكن الوقت انتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.